فكرتك نمت. لا عم ضبضب شوية أغراض. فارس أنا خايفة مشان قصة عمار، قلت بحكي معك شوي بلكي بتطمن وبقدر نام. فوتي عادي. شو صاير؟ ليش خايفة كل هالقد؟ ماجد حكى معه لعمار بطريقة قاسية وسكر بوشه وعمل له بلوك، وانت بتعرف عمار ما نهين ابدا، يعني القصص اللي اقل من هيك بتكون ردات فعله قويه وقاسيه. انت ليش جبانه كل هالقد؟ ليش محسستيني انك مقطوعه من الشجره؟ ليش محسستيني انه ما في رجال وراكي يحموكي ويدافعوا عنك؟ لا مو هيك، ما قصدي البركه فيك، بس انت لساتك بتحبيه وما بدك تخسري، صح ولا لا؟ لا مو مزبوط هذا الحكي، انا حاسه حالي ضيعت عمري وضيعت وقتي على واحد ما بيستاهلني. برا لساني وانا عم قلك هاد الحكي، هي القصة مانا ظابطة، واضح انه هالرجال عم يستغلك وعم يضحك عليكي، ليش ما بدك تصدقي؟ مشان هيك انا هلا بدي انتقم منه، بدي اقول له اني عرفت انه واحد كذاب وواطي. هذا افضل حل، هيك بيعرف انه ما بقى بدك حتى تسمعي باسمه. انسي ديما، بلشي حياة جديدة، طلعي لقدام، بكفي تطلعي لورا. تبلش حياة جديدة؟ كيف؟ وين؟ هون؟ بضاعة ما حدا بيعرفنا فيها، ولا نحن منعرف حدا، ولا حدا طايقنا أصلاً؟ كيف بدي بلش حياة جديدة وأنا لسه ما بعرف شي عن حياتي الماضية؟ في مليون ألف فكرة عم تجي براسي باليوم وتروح مشان قصة أبي وأمي. هذا الحكي كله رح يخلص، أمي وأبي رح ترجع لهم كرامتهم، وأنا وياكي رح نعيش مثلنا مثل الناس الطبيعيين، رح نبلش من أول وجديد. بس حاجة تفكري بالماضي، فكري بالمستقبل. أنا حاسة حالي وحيدة فارس، وحيدة وغريبة عن كل الناس اللي حوالي، غريبة عن كل المطارح، عن كل شيء. أنا بدي أعيش حياتي، بدي أطلع، بدي فوت، بدي أشوف رفقاتي مثل ما كنت، لك بدي أشتغل، بدي أحس حالي إني حدا مفيد بالحياة. أنا هيك ما رح أقدر كفي. بعرف إنه الحياة ما بتلبق لك، بعرف إنك وحيدة كتير، لا أهل ولا جيران ولا رفقات ولا حتى شغل يسليكي، بس اصبري شوي، كل الأمور رح تنحل أنا بوعدك. بس عاش تفكري بهاي القصص البشعة. لك شو لقيت بالصندوق؟ شو لقيت؟ يي ما أحلاي صورة أمي، ورجيني. كتير حلوة، مين رسمها؟ ما بعرف، بس مكتوب عليها ورا روما 1985. روما؟ ليش ماما راحت على روما؟ أنا مثلك استغربت، ما بعرف يمكن كان عند رفيقة هنيك. شايفة شو حلوة؟ كتير حلوة، معلش أخذها. خديها، أصلا اللي بشوفها بفكرها ديما، ما بفكرها سوسن. عاد تضلك خايفة، أنا هون. ماشي، تصبح على خير. وانتي من أهلك. خالتي، ليكي فارس لقى هي الرسمة بالصندوق يلي بالخزانة. الله يرحم روحك يا سوسن. بتعرفي بنتي، إذا هي تبروزت تصير أحلى. إيه، وأنا هيك عم أقول. ما بعرف مين رسمها، بس شكلها تذكار من روما. شوفي هذا التوقيع بسنة 1985. على قولتك خالتي، بابا وماما سافروا شي مرة على روما؟ بحياتهم ما سافروا. بجوز البابا كان محتفظ بصورة الماما قبل ما يتجوز، ولما سافر على روما رسمها وجاب لها اياها ماما، ما هيك؟ بجوز. خدي حبيبتي بروزيها مثل ما قلت لك.
مو معقولش مش بها. حتى صوتك سبحان الله مثل صوتها بالضبط. الله يرحمه. اي والله الله يرحم روحه.